هذا الشارع عاد تحت كم من هذا التقاطع هذا؟ هذا حيل حميد شلونك؟ صحتك؟ الله يسلمك شلونكم؟ السلام عليكم شلونكم؟ من نجي باتجاه البنايات انا بتخلي ضربك خلي سد نروح باتجاه ثاني جاني يبكي قال سيد الهم راح توقع بس حق لا حق لا حق بس هو الجسر الحمد لله مو ضربه قبل الجسرين بس الاحراق قالوا كثير من الشارع يعني احنا راح نفرق كنت كانت مخلوطه الكونكري مع الانقاض فاسع نعجل الكونكري حتى نقدر يعني حيل تخف عليكم وعلينا.